السلام عليكم يا شباب، صبحكم الله بالخير ومساكم الله بالخير كل حسب توقيت مشاهدة الفيديو نحو اللقب. حلقة جديدة بتشكيلة مختلفة تماما، أخذت بيت وكوستا اللي في تحدي سكواد بيلدر، فقلت اسوي لكم تشكيلة ميكس باللاعبين هذولي في نفس التشكيلة مع بعض، فهذا أفضل شيء قدرت أطلع فيه. لعبت في التشكيلة والله ما بدعت فيها، بدعت في الإيطالية أكثر منها، لعبت كم مباراة ما مشي الحال معي، فزت وخسرت، فزت بصعوبة، فقلت أسجل لكم الفيديو. اللي يبي يسوي التشكيلة هذه قدامه يقدر يسويها، بس مشكلة بيت ما في نسخة كامة أتوقع إلا هذه النسخة، يقدر يحط مثلا كوتينيو ويجيب لويس جوستافو مكان فيدال، راح يصير فيه يعني نوع من الكيمستري. والار ام ما أدري، كوستا ما أتوقع في نسخة الار ام إلا هذه. عموما يعني حاولوا لكم تسوي تشكيلة مقاربة لهذه إذا تبون. احتياطنا ديبالا، ستيرلينج، محرز، كوتينيو، يعني هذول اللي ممكن أنزلهم. باقي لي 3 مباريات، عندي 10 نقاط، لازم افوز في مباراتين عشان اتاهل للديفيجن الخامس. مثل ما شفت في الفيديو اللي راح تاهلت للديفيجن السادس، والان باقي لي مباراتين، باقي 3 مباريات عفوا، لازم افوز في 2 عشان اتاهل للديفيجن الخامس. لان عندي 10 نقاط يبي لي 16 عشان اتاهل، لو فزت في 3 كلها اخذ اللقب حق الديفيجن. فكالعاده نبدا معكم المشوار، يعني بسم الله. الانجليزيه نفس تشكيلتي بالضبط. ناصر، كانتي، ما في الا كانتي هو اللي يعني عندي نفس اللاعب فوق، صح، ليفا تحت، فوق فوق، يا سلام، يا الله كانت هجمة حلوة يا شيخ. قهر، سوي تبديل، ناخذ كوتينيو. كوتينيو والله يا شباب من افضل اللاعبين الوسط اللي لعبت فيهم الأمانة، لاعب بطل بطل بطل. بخلي جناح بغض النظر عن سرعته، 82 اظن. الله يستر الله يستر. يلا يا شباب يلا. تكفى تكفى. الله يا كوتينيو، والله ندمت كنت بوقف الفاول، بس قلت لا لا ان شاء الله هدف. صح يا كوتينيو، شفت النظرة، نزل سجل هدف. الله عليك يا كبير متابع. صح، لا 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 لا، ايه العب عليك انا. الله كوتينيو، يا سلام يا بيت، يا عمري، يا عيني، يا سلام. حكم خرب جمال الهجمة يا شيخ. لبيك كانتي، ايه ايه اقعد. اوه الله، ما علينا من الاداء، ما كان مره قوي، لكن اهم شيء اخذنا 3 نقاط، وبكذا نلعب على مباراتين، نفوز في واحده منها ان شاء الله ونطلع على الديفيجن الخامس ولا السادس، خامس اظن. كوتينو دخل، صار افضل لاعب، قال لكم المباراة الثانية يا شباب. ودي ابدأ برحيم كمستري، صح ما راح يكون 10 لكن ما عليه، مو انجليزية. فوز عليه ان شاء الله. صح يا رحيم، تحت، بايت بايت، وش ذي يا بايت؟ رحيم، يا الله حلو يا رحيم، بايت يا صح صح، الهدف جاي. اكس، يا سلام يا كليشيه. الله يا فيدال، حلوه خلص. لا 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 لا،
كمل كمل. حكم يستهبل، حكم يستهبل. لاعبي يوفنتوس اصحاب الارض لا زالوا متقدمين في النتيجه. كره بالخطا بجانب دفاع الفيولا، كوادرادو الى ديبالا، مار ديبالا، يا سحرك يا ديبالا، يا مهارتك يا ديبالا. لم يكن متسللا، هفوة قاتلة من دفاع الفيولا هنا. مر الله على ديبالا، مهارة وسحر، لمسة إبداعية، قدم يسرى موسيقية، ديبالا يتألق، المشجعين سعداء. يؤكد الكل بابل، نحن سنعود للمنافسة، لن نسمح لكم أن تفوزوا بسكدو. كلا نلعب ضدهم إنجليزية. السلام. الله كوستا. وش ذا الكوستا يا شباب؟ وش ذا الكوستا؟ وش ذا الكوستا؟ يا عمري يا شيخ. الله عليك. أنا آسف مستر فيفا. أنا آسف. الموسيقى يعني في رخاء لازم تجي في اللقطة هذه. يا سلام. كوستا. يا لعيب. حكام كرة خفيفة يا بوفون. روح تكفى يا كوتينيو، تكفى يا زحمة زحمة. ديبالا ولا كوتينيو؟ كوتينيو. لام يا الله يا لام. فوق لا تحت يا شيخ، حرام عليك الكوستا. الله ما عليك، أهم شيء تأهلنا. نختم الفيديو في باكجات أبو 500. طبعا مثل ما انت عارفين الحين وقت المنفمبر، باكجات المنفمبر اللي هي الشنب. ما عاد يطلع لنا إبرة. يا سلام، أنا ما في أمل لكن نجرب، مش نخسر. ندخل على أول باكج يا رب. ماشي متعب ذا. أي والله متعب، أسميه متعب يعني. كاغاوا. يا رب يا رب. تكفون يا إيه تكفون. في غولي لا اي في غولي. اسباني يا الله، الماني. اوزيل اوزيل اوزيل. مسعود مسعود مسعود. هلا والله، والله اني مستني ودي اجربه. الله عليك الله عليك يا مسعود، ويلكم يا مسعود. عاد سجل هدف خرافي في تشامبيونز ليج. اهلا وسهلا. وكم سعر اصلا؟ هلا. لا 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 نلعب فيه بعدين اذا ما جازنا نبيعه. السلام. ويلكم ويلكم يا مسعود. مسعود اوزيل عازف الليل. وهذا الباكج الاخير. يعطيكم الف عافيه شباب المشاهد، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالفيديو ونشوفكم على خير. في امان الله.